نرحب كل تحيان من سعيد بالصداقة بتاعكم من أهلي وتحياني في صيادة. نحب نأمن دور إيجابي يقوم به المجتمع المدني في صيادة ونبقى في الصالة الذهبية لأن صيادة هي رائدة في النشاط بتاع الجماليات. وكان أول نشاط قاموا به معناها واخداوا على الحصان تاعو وزارة تقدم فيه سمارت سيتي. كان بين المشاريع الكبرى اللي خدمت عليها صيادة خدمت على سمارت سيتي، هي أول بلدية أول مجتمع مدني تخدم على سمارت سيتي، ولكن ما الجهد هذا ما توصلش والبلدية والمجتمع المدني في بنزرت خذيت التجربة بتاعكم وزاد صورها وقدم لي في إيجاد تصورات عقلية للإنجاز نتاعها، وكانت التظاهرة هي منذ أيامات في بنزرت. إن شاء الله احنا المجهود نتاع المجتمع المدني في صيادة نتمنوه وندعموه، وإن شاء الله معناها قيد البلديات أو قيد التجمعات السكنية المعتمديات وكل ما عليه يمشوا على مدواكم، وإن شاء الله نوجدوا أحنا معناها مجتمع مدني قوي الإطار الحكومي والإطار التشريعي، وهيك باش دارنا تجربة تقدم كل مع بعض سواء مجتمع مدني أو جميع الأطراف. بالنسبة للمشروع هذا إن رجعت للمخطط نتاع 2016-2020 مش موجود فيه. إذا موجود فيه هو كان 2000 جزء مليار. هو في المخطط الموجودة 2000 معناها هي عفوا ما وصلنا حتى شيء احنا. وإن كان أخذت وإحنا يوم مرة أو بعد 2011 ينجز المخطط والميزانيات مش تتلقى من المخطط لكي وقتين من وقت مسابقة عبيت معناها. بقى لاني نعرف ان معناها نلتقي معاكم ونحاول ان شاء الله باش نفتكوا ونوصلوا معناها الميزانيه اللازمه لهذا المشروع. نقول ما نكونش باش بالتفاصيل، التفاصيل هذه معناها تقوموا بها مختصين انتم رغم ان ما نكونش مختصين، ولكن الحمد لله نصحتوا مع شكون معناها اهل المعرفه والخبره واوجدتوا على قيد التصور ان بون بروجي معناها هذا الايجابي. اتوقع ان احنا باش ناكدوا عليه كونه الوضعية الحالية متاع 100 صيادة يزمها مش تتواصل ولو لحظة أخرى، وهيك عليش معناها المبدأ يزمنا نتبقوا الناس الكل سواء كسلطة جهوية أو مركزية أو مجسوات، لأن الواقع لا يزم نغيره. وبالتالي بالنسبة للتمويلات نوجد سواء في إطار ميزانية أو في إطار موارد أخرى معناها باش نوفروا الميزانية هذه اللي باش تحسن طرف عيش معناها منطقة صيادة الكل، وهذه أقل واجب معناها نقوم به. بالتالي في تقديري احنا إن شاء الله في الجلسة الخميس مع الوزارة نحاول نقنع الوزارة بضرورة المشاكل في المشروع هذا. بقى التفاصيل الفنية والتقديرات المالية كل أكيد طبعا باش يقوم بها معناها الناس ذوي الخبرة، وإن كانت التقديرات بتاعكم عقيدة معناها عقيدة هي موجودة في المارج تكون أكثر طيب أقل طيب، لكن في الوضع هيك عقيدة معناها عقيدة معناها الوزارة يتم عارف علاش قادمة بالنسبة وفي تقديري معناها هذا معناها طلب مشروع لأهالي صيادة كما ذكرت في بداية التقديم تاعك كون ما عندش موارد أخرى معناها. واحنا حتى في رؤيتنا للصيد البحري ضروري ان معناها يقع شيء من التوازن معناها بين ثلاث الموارد في البدايه. بالتالي معناها مش معقول باش يكون ثم كونسونتراسيون كان في ميناتر، ضروري ان الموارد الكل ترجع فيها الحياه، يرجع فيها الدوره الاقتصاديه والنشاط الكل بشيء انه يجعل شيء من التوازن او الاختصاص معناها وهذا يتكامل معناها. لكن احنا في فترة سابقة دعمنا بعض الموارد، لكن ضروري ان تكون عندنا رؤية استراتيجية واضحة لأكون ديريكتور بالنسبة للموارد الكل ويقطع تكامل فيما بينهم معناها، لازم كل ميناء يختص بنوع معين من النشاط يقطع تكامل وتعامل بيناتهم باش الناس الكل تستفيد من النشاط هذايا ويقع تعامل. إن شاء الله معناها الدراسة هذه نشوفوها معناها في الخريطة عاجل معناها خلات معناها الدنيا نتاعها في انجاز، وان شاء الله معناها السمارت سيتي اللي بديتوا به ان شاء الله تواصلوا فيه ونشوفوا مشاريع اخرى معناها نموذجيه تتلقى من عندكم،
وإن شاء الله نوصل فيها بالإنجاز.